كونفرنس مايكروسوفت هي الكونفرنس اللي باش نحكيو عليها اليوم. So let's go. السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كابو كالعاده في فيديو جديد. اليوم نتقابلوا في الابيزود 12 من السيري نتاعنا جيمينغ نيوز، الكونفرنس الثالثه باش نحكيو عليها بعد الكونفرنس تاع بيثيسدا. تلقاو الفيديو نتاعها اللوطة في الديسكريبسيون اللي هوني تو نحاول وين نحطها لكم. anyways يلا نبداو بالاخبار متاع مايكروسوفت. let's go. مايكروسوفت بدات الايفينمون وحكيت على الاكس بوكس 1 اس، الخليفة الاكس بوكس 1 القديمة ولات هذه معناها الفيرسيون سليم، باش تكون اصغر بنسبة 40% زادوها انتجريتد باور سبلاي يعني الاليمونتاسيون ولات في وسطها، زادوها اير بلاستر متاع الكوموند وبدلوا لها شويه في الديزاين ولات ازين برشا خاطر الاكس بوكس 1 القديمه. اما هيتر ما نحملهاش، ما نحملش منظرها هذاك، علاش مش هذاك علاش، اما نميل اكثر للبلاي ميت هويكا. بالنسبه للديزاين غلبتني مايكروسوفت، حاجه مش نورمال ولات حتى تنجم معناها تعمل لها تحطها اون مود فيرتيكال. زاد زادوها الاير بلاستر يعني تنجم تخدم بها بالكوموند، ونحاو البور نتاع الكينكت يعني بالكينكت مايكروسوفت قاعده تبعد عليها، وعملوا ادابتور كينكت 50 دولار يعني سي كينيك تمسحها من مخ. زاد عملوا منات جديده، يا مانيش جديده مي بدلوا فيها شويه، عملوا لها جريب من لوطه كيما منات السكوف وكل ما غيرك الباليتات، مي عملوا لها جريب يعني باش كي تشدها تبدا ما تفلتش من يدك خاطر تشكي ومنها شويه لجوال نتاع الاكس بوكس. وزاد عملت معناها كي نعرفش انا حالوط كيما السكوف، يعملوا لك كاستمايزيشن للمانيتات نتاع الاكس بوكس الكل. والسوم بالنسبة للإكس بوكس 1 اس باش يكون 299 دولار بالنسبة للفيرسيون 500 جيجا، 349 بالنسبة لان تيرا، و 399 بالنسبة لدو تيرا اللي هي ديسبونيبل للبري كوموند تويكا. وان شاء الله الإكس بوكس 1 جديدة باش تهبط في اوت. حاجة أخرى حبيت ننوه عليها هي أنه حكاو على 4K، مي راهو 4K ماهوش باش يكون معناها في لي جو، جوست بالنسبة للبلوراي ديسك يعني العباد اللي يشريو سيديات بلوراي كومباتيبل 4K واللي عندهم تلفاز 4K، وبالنسبة للعباد اللي يتفرجوا عندهم نتفليكس وكل خاطر هما تلفزتهم مش كيفنا راهو، ما يستعملوش بارابولات وكل عندهم معناها بالانترنت كل شيء ستريمينغ، دونك يستريميو 4K. الاكس بوكس 1 باش يستعملوها يعني عبارة ابل تي في وكل، مي هذيا الاكس بوكس 1 باش تعوضهم. في لي جو راهو ما فما حتى شيء جديد على 4K، جوست حسنوا شويه من السبيكس باش يعاونوا شويه للديفلوبر باش يحسنوا في لي جو في الكواليتي نتاع لي جو، باش يحسنوا الفريمات خاطر فدوا شويه الملاعبيه من 30 اف بي اس في لي كونسول، حبوا يقويوا شويه في الكونسول باش يحاولوا يقربوا لل 60 اف بي اس. سبيكينغ اباوت 4K، يس عملت لنا كونسول جديده مايكروسوفت سميتها بروجكت سكوربيو اللي باش يكون فيها جي بي او يعمل 6 تيرا فلوبس بروسيسنج جرافيك يونتس، يعني بريسك قوة جي تي اكس 970 ولا 980 نسيت انا بالضبط، اما قريب للنوبر هكايا قوة البروسيسنج يونتس اللي في الكرو تاكوما، يعني باش نلعبوا 4K. الله اعلم باش يكون 30 اف بي اس ولا 60 اف بي اس، ما نتصور 30 خاطر بلي باش نوصلوا حتى جي تي اكس 1080 وتعاني باش تخدم لي جو الكل الترا، يعني ممكن يحطونا ميديوم 4K ونلعبوا 60 اف بي اس. هذه الكونسول بروجكت سكوربيو باش تخرج في 2017 من غير ما يحدوا حتى شهر حتى شيء، ما قالوا عليها حتى شيء بالنسبه للدات نتاع البرودكسيون وقت باش تخرج ريليز ديت. هذيك اش حكاو عليها، حكاو جابوا لي ديفلوبر يحكيو كيف باش تعاونهم في الديفلوبمون نتاع لي جو نتاعهم، كيف اتس ذا فيوتشر و 4K وكل، اما كلام ما صحيح راه خاطر احنا تو كتونس نعرفوا 10 سنين التالي، مي هما بالنسبه ليهم راهم عام الجاي عامين ساي الناس كل تحول يزي من فول اتش دي يزي من 1440p ناس كل 4K يزي، واحنا ان شاء الله 1440p يدي ويدخل، الله اعلم شنو باش يصير. نتعدي الاخبار اللي بعد. من بعد حكيت مايكروسوفت على حاجه جديده سميتها اكس بوكس بلاي انيوير، يعني تنجم تلعب لي جو نتاع مايكروسوفت نتاع اكس بوكس معناتها في كل بلاصه. كيفاش؟ بالبي سي نتاعك، يعني اللي عنده ويندوز تاني ينجم توي يلعب لي جو نتاع الاكس بوكس اللي كومباتيبل، مش لي جو الكل باش يكونوا كومباتيبل، مي فما دي جو باش يكونوا معناتها كومباتيبل مع البي سي، يعني كي تشري انت جو على البي سي مثلا على ويندوز 10 اوتوماتيكمون تجيك فيرسيون للاكس بوكس 1، اذا كان يعني حتى اذا كان ما عندكش ال1 راهو عندك كود تنجم تلعب بيه على ال1 وفيس فيرسا، معناها تنجم تاخذ جو على الاكس بوكس 1 يبدا عندك بي سي اوتوماتيكمون تنجم تلعب على البي سي، معناها هيك هي الفازه كيفاش.
يعني حتى واحد يبدأ يحب يلعب عنده أصحابه علوان وكل ويحب يجرب الجو في الألترا سيتينجز وكل عنده البي سي متاعه وينجم يجربها وينجم يلعبوا حتى مع بعضهم اللي عنده وان وبي سي يلعبوا في نفس الوقت مع بعض. زادة فما حكاية جديدة اسمها أرينا، حاجة جديدة عن مايكروسوفت باش تحسن من الإي سبورت وكل يعفى زمانة باش ينظموا بها دي كومبيتيشن وكل بتحبنيش احنا برشا ما هيك حبيت نقولها لكم وبر. من بعد واخيرا بالنسبة للفان متاع الإكس بوكس حكيت لنا مايكروسوفت على Gears of War 4. Gears of War 4 باش تكون ديسبونيبل ال 11 اكتوبر، عملت لنا وريتنا معنا جيم بلاي وكل وريتنا كيفاش انه جمعت الاكس بوكس 1 وجمعت البي سي يعني ويندوز 10 والاكس بوكس 1 نجموا يلعبوا مع بعضهم جيرز اوف وور 4 مع بعضهم اون لينيا. وزاد اللي الاشيفمنتس اللي يتحلوا مثلا في الاكس بوكس اوتوماتيكمون معناها يوليو سينكرونيزي مع البي سي، معناها فين اي حاجه مثلا تعديت ميسيون في الاكس بوكس بعد باش تلعب على البي سي تلقى ديجا سينكرونيزي معناها كل شيء في وقته. يعني برجولية مايكروسوفت بالنسبة للحكاية هذه هي الافونتاج الكبير عندها الويندوز 10 وقاعدة تستغل فيه بطريقة صحيحة، والطريقة هذه انت الماركتينج حسب رأيي انا باش تنجح. وزادة وريتنا مانات ليميتد اديشن بالنسبة لجيرز اوف وور 4 اليت كنترولر، جيرز اوف وور 4 اديشن، جيرز اوف وور 4 اي دون نو، المهم جيرز اوف وور 4 اديشن مانيت مزيانة برشا بالنسبة للعباد اللي مغرومين بجيرز اوف وور. كيلر انستينكت جو طيارة برشا متاع كومبا معروفة برشا بالنسبة لجماعة الاكس بوكس خاطرها اكسكلوزيف وعند جماعة البي سي زادة. الجو هذي عملولها بيرسو جديدة من جو جيرز اوف وور سموها جنرال جنرال معش انا المهم بيرسو من جيرز اوف وور جابو الكيلر انستينكت. زاد حكيو على الستاتيستيك متاعها الكل وقالوا حسب ما نتفكر خاطر تفرجت 8 ملايين ونص شو اسمه كومبا صاروا في الجو من عام ناول التويكا. فورزا هورايزن 3 جو طيارة برشا دو كورس حسب رأيي انا واحدة من احسن لي جو دو كورس حسب ما شفتها انا لعبت الفورزا هورايزن معش نسيت حتى شني هورايزن 1 في بالي لعبت على الاكس بوكس 360 وقت عجبتني على الاخر دونك سي سيور الميكانيك بتاع الجيم بلاي مازال هو بيدو ما بجرافيكس جدد. هزونا في التريلر هذايا الاستراليا وريونا كيفاش جماعة البي سي وجماعة الوان باش يلعبوا مع بعضهم في الكروس بلاي هذايا، وبالحق الجو طيارة برشا وماذا بيا كان ما تجيني الفرصة باش نلعبها. مي نستناو ونشوفوا بلاي ستيشن كيف باش ترد على الاكس بوكس 1 اس باش نريو اسكو باش نبيع البلاي متاعي وناخذ واحدة منهم ولا باش باش نقعد بك البلاي ولا الله اعلم شنو باش يصير بالنسبة لي انا. سو نستناو وكاو نتعدوا الاخبار اللي بعد. من بعد حكيو لنا على دي ديفيجن وعلى الدي ال سي الجديد نتاعها اندر جراوند اللي باش يخرج 28 جوان على الاكس بوكس 1 الاولى وبعد يخرج على البي سي وعلى البلاي 4. دونك بالنسبه لجماعه دي ديفيجن اليوم برشا في تونس هذا خبير باهي خاطر بالنسبه لتحت الارض باش تزيد تتوسع بالدي ال سي هذا حاجه طياره برشا. من بعد تعداو الفاينل فانتزي وراونا الجيم بلاي نتاعها كيفاش باش يتعاركوا غادي وكيف معناتها الاساليب نتاع القتال عندهم وليميسيون والفازات اللي فيها الكل. جو جرافيكمون طياره برشا عجبتني ياسر حتى في الستيل دو جو مزيانه برشا ستيل قريبه شويه ستيل ناروتو ماش حتى لعبت قبل ناروتو شي بودل اما قريبه الستيل نتاعها في الفايتنج وكل. زادوها برشا فازات جدد على الفيرسيون اللي فاتت وباش تخرج في سبتمبر من العام هذا. من بعد ماينكرافت يادي ما بالله فهموني جاي سنيه انا ماني فاهم من امها شيء يادي شو عجبكم فيها برسمكم اي واحد يفهم فيها فهمني في الكومنتير شنو هي الجو هذه خاطر من بعيني باش نعمل ريسيرش باش نفهم تافهه يا معلم تافهه. المهم بالنسبه لجماعه ماينكرافت تنجموا تلعبوا مع بعضكم ملتي بلاير باللي بلاتفورم الكل من تليفونك ايباد اكس بوكس بلاي ستيشن بي سي ناس كل تنجم تلعب مع بعضها. وريونا فيرسيون للأوكيلس ريفت يعني لجماعة اللي عندهم أوكيلس على البي سي ينجموا يلعبوا الفي ار اديشن متاع ماينكرافت. ونختموا الأخبار متاع اليوم بلعبة هالو وورز 2 التريلر اللي وريوه يركز على الجيم بلاي وعلى الاستوار متاع الجو
نذكر اللي جو باش تخرج في 21 فيفري وفيها جو معناتها فيرسيون بيتا تنحط لكم اللي نتاع الانسكريبسيون نتاعها اللوطه وجو باش تخرج على الاكس بوكس 1 اند اي دون نو اذا كان باش تخرج على البي سي والا لا. سو كان هذا ريكاب للكونفرنس نتاع مايكروسوفت في الاي 3. اذا كان عجبك الفيديو حط لنا لايك, اذا كان ما عجبكش حط لنا ديسلايك, كومنت شير سبسكرايب اذا كان تحب تشوف ريكابس الاخرين وبرشا فازات ريفيوز جايين وكل من عند ازوس وام اي سي. سو ستي تيوند جايز, غدوه نعمل لكم ريكاب للكونفرنس نتاع سوني ونتاع يوبيسوفت. سو ستي تيوند اند سي يو جايز في الفيديو الجاي. تشاو.